ما فهمت عليك أخي. أختي جوزك كان يسألك عن فكرية شي؟ شلون يعني كان يسألني عنا؟ طيب ما سألك كيف عايشة؟ شلون بعاملها أنا؟ شلون تزوجتها؟ لا أخي ولا مرة سألني هيك أسئلة. وأنت ليش عم تسأل؟ حفاف متأكدة ولا عم تكذبي؟ يا أخي ليش لحتى كذب؟ وأنت ليش عم تسأل هيك أسئلة؟ فهمني. لأنه زوج. شبه جوزي أخي؟ شبه جوزي؟ زوجك عم يشوف فكرية من ورا ظهري. شو عم تحكي أنت؟ شو عم بتخبص؟ وأنت شو عرفك؟ أنا ما عم خبص وأبوك بيعرف. أبي بيعرف وساكت. بتستقبل جوزها هيك؟ ليش بدك يعني اقول لك؟ يعني قولي الحمد لله على السلامة. والله خليني انحبست كرمالها هي تقول لك هالحكي. ما فهمت. شو بدك مني صياح؟ ليش جاي لهون؟ لك شلون شو بدي منك؟ جاي اخذك على بيتك. بيتي هون وراجع لعندك ما رح ارجع. شلون؟ مثل ما سمعت. صياح تسمع؟ انت اللي اسمع. احمل حالك وانقلع من البيت. شلون عم اقول لك انقلع؟ ومرتك اللي كانت مرتك بتنساها. لك يا جماعه فهموني شو صاير؟ ليش هيك عم تعاملوني؟ صياح بالناقص كلمه. يلا انقلع. يلا لك هيك بدون ما اعرف ليش. يا عيب الشوم عليك يا صياح، يا عيب الشوم. يلا ورجيني عرض كتافك. ماشي شو عليه؟ درب اللي يسد ما يرد. سمعوني كلام يا مو، بهد جبال وقلعوني من بيت. تقولي قتلن قتيل. ان شاء الله الله بيهدن الهي، بس ما عرفت ايش يعملوا معك. ما عرفت، معني سألتهم ها بس ما حكوا. ايوة طيب اهدى اهدى تقبرني، انا رح اعرف لك شو السيرة. لك انو سيرة يا مو؟ انو سيرة؟ طول بالك تقبرني، طول بالك. وين رايح صياح؟ يا مو صياح؟ صياح؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الله لا يوفقن الهي. شو عم تقول؟ طلعت الفكرية. طلعت الفكرية؟ ايه يا بي، طلعت لفكرية ولحته لصياح وقلت له يطلع عفاف. لك ليش تسرعت قبل ما نتأكد ونعرف الحقيقة؟ ليش يا بي؟ فكرية ما لها رجعة طول ما أنا عايش، وصياح لسألوا مني علقة ما شافت له بحياته. لك حمار انت حمار، بدل ما تطفي النار بشعلها بالزيادة وتخرب الدنيا. قوم لا لعب وشي، لا لعب وشي. يلا عن الساعة يلي شفتك فيها عم في عيونك العمى. اهلا وسهلا بشهيرة خانة وبأم سعيد. السلام إلنا كنا يا عفاف. لا يا خانة، السلام لإلك ولأم سعيد بس. بس لحنا جايين مع أم صافي مشان نرجعك لجوزك يا ست عفاف. ومين قالكم إنه أنا بدي أرجع لعنده؟ أنا يا بنتي. ومين أنت لحتى ترجعيني؟ أنا أم صافي. لك هي أم صافي حماتك ومثل أمك. أمي ما حدا بيشبهها ولا حدا مثلها. الله معك أم صافي. عم تقلعيني؟ مثل ما سمعتي هي التقليعة إلنا كلياتنا. لا يا شهيرة خانم، هي التقليعة بس لأم صافي. مو نحن جايين كلياتنا مع أم صافي. أنا كنت جاي ورايت لك الخير، بس تبين لي إنه أنت ما بيلبق لك الخير، لا أنت ولا أهلك. أم صافي إذا الخير منك بلا أحسن، ما بدي إياه، ما بدي شي منك. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك وعلى هيك ترباية. تربايتي أحسن من ترباية ابنك. فعلاً إنك تربايتي معزو. شو قصدك شهيرة خانو؟ مثل ما سمعت إن شاء
شيء صار. لك تفوه تفوه عليك وعلى هيك ترباي. ماشي انا فرشيكم. شبك يا عفاف؟ ليش عم تبكي؟ بهدلوني يا أبي بهدلوني. مين هدول يلي بهدلوكي؟ حماتي أم صافي وشهيرة خانم وأم سعيد اجوا لهون وما خلوا علي ستر مغطى. شو هالحكي؟ سبوني وسبوك وسبوا أمي وأنا ما فتحت أمي بحرف واحد. أم صافي وشهيرة هيك عملوا فيكي؟ عم يستوطوا حياتي من بعد ما ماتت أمي. فشروا، ما عاش اللي يستوطي حياتك وأنا عايش. أنا بعرف شغلي معهن. يا أبي الله لا يوفقهم يا رب. كبران راسه هالأبو عزو. اي والله يا مو كبران كثير، ومظهر بيك وابو حمدي هن الوحيدين اللي وقفوا معي بوشه. والله يا ابو حمدي طلع فيه خير اكثر من غيره. شايفه يا مو شايفه. قوم شوف مين قاعد عند الباب هيك. يلا جاي جاي. يح يح يح. عليه مختار. اسمعوا ده، انا لحد هلا ما اذيتك، بس إذا بحطك بعقلي قسماً بالله ما بخليك ترتاح يوم واحد. يعني شو بدك؟ قول لأمك كيف بلاها عن بنتي ولا بقى تيجي لعنا، وإلا بهتك أنت وياها بنص الحارة. نزل إيدك، يلي بدي أقرب على أمي لسه ما خلق، واللي بدي أحكي معه كلمة بدي أمسح بكرامته الأرض هو وعيلته. خلاص عم تضرب؟ بضربك وبكسر رأسك كمان. قسماً بالله يا مختار ما راح أنسى لك ياها. أنا وراك والزمن طويل يا صياح. بسيطة. ماشي ماشي. يا مو أنا سمعت كل شي دار بينك وبين أبو عزو، إن شاء الله بتتكسر إيدي إلهي. ليش ما قلتي لي انك رحتي على بيت ابو عزة يا مو؟ كنت رح اقول لك يا مو لو الامور مرقت على خير، بس مرتك النوريه قلعتنا نحن ثلاثه، انا وشهيره خانم والدايه ام سعيد. هلا عفاف قلعتك؟ اي نعم قلعتنا، ومو بس قلعتنا، ما خلت عليك مسبه وقالت عنك قليل تربايه. اسمعي مني هالكلمتين يا مو، هاي البنت ما عاد لها فوتي على بيتي بنوب بنوب. ولا أنا بدي إياها ترجع لك. الله يكسر إيديك يا أبو عز إلهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. انبسطي يا بي، عملت لهم فركة إذن مرتبة لصياح وأمه، وبالنسبة لشهيرة خانم هلا ماني فاضي لها، بس من فضيت رح أعرف شغلي معها هي وأم سعيد الداي. اي الله يخلي لي اياك يا بي وما يحرمني منك يا حق. تسلمي. اجى اخوكي؟ اي اجى من شوي وفات دغري على غرفته. يرضى عليك، حضرينا العشاء لبين ما غير اواعيه. اي تكرم عينك يا بي.
بوعية الشر. خلصنا بقى ريحاني، خلصنا بقى. لك تسلمي لقلبي يا رب، وحياة عينك بس تصيري عنا وتجيبي لنا ولاد، لأعمل لك حفلة مطنطنة ما صار مثلها بالحارة، وأعزم لك كل أهل الحارة. إن شاء الله أنت وأهلك وأحبابك بخير يا أم صافي. تسلمي يا رب. إن شاء الله ألف مبروك يا أم حمدي. الله يبارك فيك إلهي. الله يسلمك حبيبتي أم صافي، إن شاء الله بتشوفي ولاد ولاده. آمين آمين يا رب. وجودك 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 كلكم. أوها ويا صحن البامة، أوها مجلل بالقضامة، أوها اللي ما بيعطي بيت أم صافي، أوها بيعطي صبيعه ندامة. جوزك حلالك شلون الله. لا طيب طيب طولي بالك، اهدي اهدي عدي تعي عدي. أهلين فيك. خير؟ جاي أقول لك كلمتين وروح. إيه أحكي. ما بحكي هون، ما بحكي إلا بقوطي ومن دون ما يلحقنا حدا أو يسمعنا.
شرفي خليكي هون. هاي صرنا لحالنا. احكي. أنا بعرف كل قصتك مع ريحانة يا صياح. أنا قصة؟ قصة جوازتك منا وشو صار معك؟ احكي. شو بتعرفي؟ أنت تجوزت ريحانة مرة وما لبنت. ليه جايبي هذا الحكي؟ ومين اللي قال لك يا؟ ولك تحكي. طيب طيب رح اقول لك كل شيء بعرفه، بس ما فيني اقول لك مين اللي قال لي لانه حلفوني انه ما اقول لحدا. احكي. طيب بحكي بس فلت ايدك. هي ريحانة كانت بزمناتها. بترجعي لهون لكسرلك مش لاقي تنتهي. لا حول ولا قوة الا بالله. شو هالقصة هي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شو القصة يا عمو؟ فهمني، شو هالحكي اللي حكيته عفاف؟ فوتي على الأوضة. مشان شو ابن عمي؟ عم أقول لك فوتي. لا حدا يقرب على اوضتي. روح جيب بلايتي. ليش ابن عمي؟ عم اقول لك البسيها. مو لا اعرف الاول ليش. شو عامل معك حامي؟ ما عمل معي شيء ابن عمي. احكي شو عامل معك هذا الواطي؟ عم اقول لك ما عمل معي شيء. مو عامل معك شيء؟ شو عامل معك؟ شو عامل معك؟ شو عامل معك؟ شو عامل معك؟ صياح يا اخي على حب الله افتح الباب. ورضاي عليه صياح افتح. يا اخي شو عم تعمل يا لك صياح؟ لك شو عامل بالباب؟ صياح؟ صياح الله يرضى عليك افتح. يا صياح؟ 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 يا الله الله يرضى عليك. صياح؟ حول ولا قوة الا بالله. روحي 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 افتحي الباب. صياح؟ صياح؟ شو؟ Yeah.